أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، نناقش أسباب فشل المنظمات الدولية والإقليمية المشتركة بين روسيا والغرب في حل الأزمة الأوكرانية حتى الآن. ونتساءل ما تداعيات سعي الغرب لاستبعاد موسكو من مؤسسات عدة كمجموعة العشرين ومنظمة التعاون في أوروبا، وما خيارات موسكو في التعامل مع عزلة دولية يحاول الغرب فرضها. كما نتساءل ما الإصلاحات الواجب اتخاذها في مجلس الأمن والأمم المتحدة لجعلهما أكثر فاعلية أثناء الأزمات والحروب؟ هذه الأسئلة وغيرها سأناقشها مع ضيفي من باريس، الدكتور محمد هنيد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة السوربون، ومن رام الله الدكتور عبد الحميد صيام الخبير في شؤون الأمم المتحدة. نتابع النقاش بعد التقرير. حدة الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا تشتد وتتصاعد على إثره العقوبات الغربية التي تزداد جدية واستهدافا لموسكو، وباتت تهدد وجودها في المنظمات الدولية. مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أكد أن واشنطن تدرس مع حلفائها إمكان استبعاد روسيا من قمة مجموعة العشرين التي ستعقد نهاية هذا العام في إندونيسيا، وهو ما اعترضت عليه الصين فورا، ووصفت روسيا بأنها عضو مهم لا يمكن طرده فضلا عن عدم وجود آلية لذلك. وليست الصين وحدها، إذ يشكك مراقبون وخبراء اقتصاديون في قبول دول في مجموعة العشرين إخراج روسيا من المنظمة، كما حصل في العام 2014 حين طردت مجموعة السبع روسيا من المنظمة التي يعتبر أعضاؤها أبرز حلفاء الولايات المتحدة بالعالم. أما في حال مجموعة العشرين فهناك دول رفضت الخطوة الأمريكية بحسب موقفها من الهجوم الروسي. ويخيم الصراع الروسي الغربي على منظمات دولية وإقليمية أخرى كمنظمة التعاون والأمن في أوروبا التي دعت موسكو مراراً إلى الالتزام بمبادئ المنظمة، وتبرز الأمم المتحدة ومجلس الأمن كساحة الصراع الأساسية بين المعسكرين الغربي والآخر الداعم لموسكو، حيث استخدمت الأخيرة حق النقض الفيتو لإسقاط قرار بإدانة هجومها، فيما نجحت الولايات المتحدة في حشد عشرات الدول للتصويت على مشروع قرار يدين روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولطالما اتهمت موسكو الغرب بالسعي لعزلها دوليا وتحويل المنظمات الدولية والإقليمية إلى ساحة لتصفية الحسابات مع روسيا. فما أسباب تحول المنظمات الدولية والإقليمية إلى ساحة للصراع الروسي الغربي؟ وكيف يمكن لهذه المنظمات المساهمة في حل الأزمة الأوكرانية؟ معز محمد، TRT عربي. أبدأ نقاش مباشرة مع ضيفي من باريس دكتور محمد هنيد. دكتور محمد، العديد من المنظمات الدولية تجمع في عضويتها بين الغرب وروسيا وحلفاء كل من الطرفين، حتى الآن لم تتمكن من إحداث اختراق لحلحلة الأزمة في أوكرانيا بين موسكو وكييف، أو أن تخفف من حدتها على أقل تقدير. ما أسباب هذا الفشل من وجهة نظرك؟ نعم سيدي، شكرا للاستضافة. الفشل هو بطبيعة الحال لأن هذه المنظمات حتى في شروط قيامها وتأسيسها لم تكن موجهة لحل هذه النزاعات، ولم تكن في بنودها وفي آلياتها تهدف إلى فض النزاعات الدولية خاصة الكبرى أو منع الحروب، باستثناء الشعارات التي نعرفها والتي يتغنى بها كبار هذا العالم، لكن عندما تصل المسائل إلى المواجهة العسكرية فلا صوت يعلو فوق صوت الرصاص والمدافع والصواريخ. يعني إجابة على سؤالك، المستوى الأول هو فقط لأن هذه المنظمات لم تنشأ فعلا لحل يعني الحروب الكبرى خاصة، وإنما كانت أدوات للسيطرة على الشعوب الضعيفة، لأن هذه المنظمات جميعها
بما فيها صندوق النقد ومنظمة التجارة وإلى غير ذلك، كلها كانت تهدف إلى يعني تسطيح العالم وتوزيعه وتقسيمه والمحافظة على مصالح القوى المنتصرة بعد الحرب العالمية الثانية، وعلى رأسها بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الاشتراكي. وتبرز روسيا هنا فقط كمنافس شرس، لكن بعد سقوطها، سقوط يعني الاتحاد السوفيتي وثم عودة روسيا من جديد إلى المشهد، كأن هذه المنظمات أو هذا التوزيع سيشهد إعادة توزيع مرة أخرى وإعادة يعني هيكلة هذه المصالح في حول العالم. لذا ليس من المستبعد أن يكون الفشل هو الجواب الأساسي لهذه المنظمات. إذا كان الحال كما تفضلت ببسطه وشرحه دكتور محمد، إذن ما مبررات بقاء هذه المنظمات؟ بقاء هذه المنظمات هام جدا، لأنها واجهات لمنع بروز واجهات أخرى منافسة. أي أن منظمة التجارة العالمية مثلا أو منظمة قمة العشرين هامة بالنسبة للدول العظمى في العالم من أجل الاتفاق على توزيع المصالح فيما بينها. لذا نجد أنها تستثني الدول الصغيرة الأخرى، حتى الصغيرة نقصد بالقوة العسكرية وبالقوة الدبلوماسية والسياسية، وخاصة القوة الاستعمارية أن تكون وارثة لتراث استعماري كبير مثل روسيا، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، الدول الأوروبية عامة. لكن البقاء هو بقاؤها هام، لأن البقاء هو أداة لاقتسام المنافع. إذا هذا هو هدفها، إذا كان الاقتسام، اقتسام المنافع والسيطرة على الثروات، وهو ربما عامل اقتصادي بالدرجة الأولى، أليس من المناسب من حيث المبدأ حماية الاقتصاد العالمي من صراعات قد تؤدي به إلى منزلقات خطيرة كما يحدث الآن؟ هذا صحيح، هذا صحيح، لكن المشكل هو أن الغرب أساسا في هذا الصراع بين ظالمين تقريبا أو بين ظالمين فيما بينهم لا يريد أن يقدم تنازلات لروسيا. لو أراد الجماعة يعني إيقاف الحرب فكان يمكن تقديم تنازلات لروسيا بوضع على الأقل أوكرانيا ضمن الدول منزوعة السلاح مثل النمسا، أو ألا تدخل في الناتو. يعني كأن المنطقة الغربية تزحف أمام روسيا. الرابح الكبير المنتصر للأسف الشديد سيدي الكريم هو الولايات المتحدة والصين فقط، البقية الباقية وخاصة الدول الأوروبية هي الخاسر الأكبر. لكن كما نعلم الدول الأوروبية ليست لديها كلمة مع الراعي الأمريكي الكبير الذي يدفع بالأسلحة ويدفع بالأموال، لكنه ليس من مصلحته تقريبا إنهاء هذه الحرب. لأنه لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء الحرب لقدمت تنازلات لروسيا مثل ما قدمت تنازلات لها في أزمة الصواريخ الكوبية في 61. لكن أعتقد أن هناك خطة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية تضحي ببعض المخاسر أو يعني الخسائر الاقتصادية التي ستتكفل بها الدول الأوروبية ودول أخرى بما فيها الدول العربية، لكن على المدى الطويل ستمنع من صعود منافسة قد تضر بها اقتصاديا في مناطق أخرى. يعني منطق الربح هو الذي يطغى على إبقاء مسألة الحرب قائمة. أنتقل إليك دكتور عبد الحميد صيام، ضيفي من رام الله. قرار في مجلس الأمن تنقضه روسيا، وآخر مخفف الصيغة وغير ملزم من الجمعية العامة للأمم المتحدة للتنديد بالهجوم الروسي على أوكرانيا. ما الذي يمكن للمنظمة الأممية أن تفعله أكثر من ذلك؟ شكرا للاستضافة. يعني يمكن للمنظمة الدولية أن تعمل الكثير إذا كان هناك توافق بين الدول الرئيسية، خاصة الدول الخمسة دائمة العضوية. وعندما يكون أحد هذه الدول دائمة العضوية وطرف في النزاع، من الصعب جدا أن تتحرك الأمم المتحدة أو أن يسمح لها بالتحرك. وشاهدنا يعني في سنوات الأمم المتحدة الطويلة قيام هذه الدول الكبرى بغزو دول أضعف منها، كما قامت الولايات المتحدة مثلا بغزو العراق، وقامت الاتحاد السوفيتي سابقا بغزو أفغانستان. وهناك كثير، يعني ممكن أعطيك أمثلة كثيرة على قضية انتهاك القانون الدولي من قبل هذه الدول التي من المفروض أن تحمي القانون الدولي. لكن عندما يحصل توافق داخل مجلس الأمن، عندما يتفق الخمسة الكبار ومعهم العشرة المنتخبون، إذن يكون هناك إنجاز، يكون هناك حل. يعني الأمثلة أيضا كثيرة على حلول كثير من النزاعات، ما حدث مثلا في ناميبيا، وما حدث في كمبوديا، وما حدث في سلفادور،
ونيكاراغوا وسيراليون وليبيريا وكثير من الدول، ممكن أن أعطيك كثير إذا من الأمثلة. إذا كان التوافق دكتور عبد الحميد غير متيسر باعتبار أن هذه الدول أو على الأرجح الدول التي تتسبب في هذه الأزمات تكون دائمة العضوية في الأمم المتحدة، لماذا لا تطرح مشاريع قرارات تحت الفصل السادس أو المادة أو الفقرة الثالثة من المادة 53، وهو ما يستبعد الدولة الطرف من التصويت، وهذا أمر يتيحه ميثاق الأمم المتحدة؟ نعم، لكن هذه قضية يعني مطروحة على جدول الأعمال، لا نستطيع، يعني هناك جدول أعمال موجود، والقضية نوقشت عام 2014، واستناد مجلس الأمن إلى مناقشة قضية أوكرانيا تعود إلى رسائل تم اعتمادها منذ عام 2014، وبالتالي عندما يتم الدعوة، يعني اليوم روسيا قدمت دعوة لمجلس الأمن لمناقشة القضية الأوكرانية، كما قدمت أوكرانيا كذلك أكثر من طلب لعقد مجلس الأمن، لذلك الاستناد إلى ما سبق هو المعتمد الآن في مجلس الأمن. يعني كذلك يعني هناك توافق داخل مجلس الأمن، الولايات المتحدة تريد لمجلس الأمن أن يناقش القضية الأوكرانية، تريد أن تثبت لروسيا أنها دولة معزولة وأن الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمن يقفون ضدها، وبالتالي نقلتها إلى الجمعية العامة أيضا لتثبت لروسيا بأنها دولة معزولة وأن الغالبية الساحقة من دول العالم تقف ضد هذا الغزو في أوكرانيا. إذن هي معركة دبلوماسية، يعني تقوم كما تحارب في الميدان بالسلاح تحارب أيضا داخل الأمم المتحدة. إذن المسألة سياسية وليست قانونية، كل ما يمكن أن ينتج عن الأمم المتحدة لا يعدو أن يكون سياسيا ولا يتجاوز إلى أن يكون قرارا قانونيا أو توجها قانونيا. يعني الحديث عن هذا موضوع يعني شائك، يعني جلسة الجمعية العامة التي ستعقد أو بدأت الجلسة اليوم الأربعاء في الجمعية العامة تحت بند متحدون من أجل السلام، وهي ما تسمى الجلسة الاستثنائية الطارئة، لها مفروض أن يكون لها وزن أكبر بكثير من الدورة العادية، لكن وقد استخدمت هذه الدورة في كثير من القضايا واعتمدت، يعني قرار تقسيم فلسطين اعتمد ضمن هذه الجلسات، وقرار موضوع الجدار أيضا اعتمد تحت هذا البند، لكن مرة أخرى الجمعية العامة في الأخير قراراتها تعتبر توصيات ولا يمكن أن تتحول إلى عمل ميداني إلا إذا كان هناك أيضا توافق من بين الدول الكبرى صاحبة القرار الأخير في القضايا السياسية. لكن هذا أيضا مرة أخرى مهم جدا أن يكون ميدان العمل الدبلوماسي في مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان هو أيضا مجال للمنافسة ومجال للصراع مثل الميدان الحقيقي. نعم. في المعارك الدائرة الآن. نعم. أعود إليك دكتور محمد هنيد ضيفي من باريس. السعي الغربي لاستبعاد روسيا من عضوية عدد من المنظمات من بينها مجموعة العشرين والمجلس أو منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، هذا سعي إلى أي مدى يمكن أن يفلح في ظل وجود دول مؤيدة لروسيا ضمن هذه المنظمات؟ نعم سيدي، من الصعب أن يؤدي ذلك إلى نتائج على الأرض، يعني إذا كان استبعاد روسيا من هذه المنظمات سيثني روسيا من إتمام غزو أوكرانيا، فهذا لا أعتقد أنه سيكون ممكنا، خاصة كما ذكرت لك لغياب الآلية القانونية داخل هذه المؤسسات لطرد روسيا، ثم لإمكانية صمود يعني دول أعضاء أخرى رفضها إخراج روسيا، لأن روسيا لديها حلفاء كثر في العالم. من ناحية أخرى سيؤدي ذلك إلى خلل على مستوى تصور التنظيمات أو المنظمات الدولية وطبيعة أدائها. فلماذا؟ لأنه لما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بغزو العراق، أو لما قامت مثلا روسيا بغزو سوريا وتدميرها بالأسلحة الكيميائية، لم نرى أي أحد يستبعد أيا كان. فالمسألة هي مسألة صراع عمالقة على النفوذ في العالم. هناك من يرى أن ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تحاول يعني توريط روسيا في المستنقع الأوكراني واستنزافها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف أن روسيا ليست دولة مؤسسات، وهذا هو الخلل الكبير في البناء الروسي، يعني هو دولة الفرد ودولة القرار الفردي، المخابرات والجيش
والأمن والشرطة والقنابل النووية فقط، يعني ليست لديها هذه الأذرع الاقتصادية الكبرى. لكن الاقتصاد الروسي من ناحية أخرى يعتمد على السيولة المادية من ناحية، وعلى موارد أساسية هي أساسا السلاح من ناحية، والمواد الأولية الغاز والنفط من ناحية أخرى. ومن هذه النقطة نرى أن من هذه الجانب نرى أن حاجة العالم أو حاجة عالم معين أو دول معينة للسلع الروسية بما فيها الغاز الروسي لأوروبا هي أشد من حاجة روسيا لبضائع هذه الدول. لو وقفنا دكتور كقدرة لإخراجها. نعم دكتور محمد، لو وقفنا أمام افتراض جدلي بإمكانية إخراج روسيا من كل هذه المنظمات، ما الذي يمكن أن يتركه هذا الأمر من تأثير على الواقع الميداني؟ نعم، ذلك سيؤدي حتما مباشرة إلى انضمامها في تجمعات أخرى مثل الأسيان أو مثل تكتلات آسيوية، أو أن تخلق هي تجمعات قريبة منها، وهذا سيؤدي إلى خسارة المنطقة الأوروبية أو الغربية لحليف استراتيجي هام جدا، على الأقل حضوريا كقوة عالمية مثل روسيا. يعني روسيا لن تكون خاسرة من هذه المرحلة. يعني ولن هذا يعني حقيقية. دكتور محمد يعني لو تسمح لي، هذا يعني أنه لو تمكنت هذه المنظمات من استبعاد روسيا فهي فاشلة، وإن لم تتمكن فهي أيضا فاشلة. يعني في الحالتين هي فاشلة. نعم لأن هذا الصعيد الذي تدار عليه الحرب، وهو الصعيد الإعلامي أو صعيد هذه المنظمات، ليس الصعيد الحقيقي. يعني لو أريد معاقبة روسيا، يكون ذلك إما عبر العمليات الدبلوماسية أو العمليات العسكرية. لكن الجميع يعرف أنه لا يمكن خوض حرب مفتوحة ضد روسيا، لأن الكوارث ستكون كبيرة. وهذا يؤدي إلى أن هذه المنظمات وهذه المؤسسات فشلت في إيجاد حل دبلوماسي كان يمكنه منع الحرب. الآن بعد اندلاع الحرب وقد قضي الأمر، المهم الآن هو كيفية إيقافها أو منع انفجارها وتمددها إلى مناطق أخرى. نعم دكتور عبد الحميد صيام ضيفي من رام الله، إلى أي مدى تبدو الأمم المتحدة بهيئاتها وآليات عملها الحالية قابلة للإصلاح لكي تتمكن من ربما الحيلولة دون وقوع نزاعات من هذا النوع، أو معالجة هذه النزاعات حال وقوعها؟ يعني منذ أن أنشئت الأمم المتحدة عام 1945 إلى اليوم، على الأقل حدثت 200 حرب في العالم وقتل أكثر من 20 مليون إنسان. الأمم المتحدة للأسف لم تتمكن من وقف الحروب، خاصة عندما تكون مدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر من الدول الكبرى. ولن يتم تغيير هذا النهج إلا إذا بتغيير الميثاق وتغيير ترتيبة مجلس الأمن وتغيير آلية استخدام الفيتو. وهذا يحتاج مرة أخرى العودة إلى مجلس الأمن نفسه حتى هو يتفق على تغيير الميثاق. وحتى لو قام مجلس الأمن بتغيير الميثاق لا يكفي ذلك، يجب أن يتم اعتماد ذلك من الدول المعنية في برلماناتها وليس فقط في مجلس الأمن. لا يجوز فقط مندوب هذه الدولة يصوت على تغيير الميثاق. لقد وضع الميثاق بطريقة شبه مستحيلة أن يتم تغييره. وهذا يعيدنا نعم. إلى ما يشبه يعني قول العربي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. نعم. طيب هل هناك نظريات قابلة للتطبيق ربما تطرح إطارا مختلفا عن الأمم المتحدة ينظم عمل المجتمع الدولي؟ وهل المجتمع الدولي بصورته الموجودة حاليا يمتلك من المرونة ما يكفي للعمل ضمن إطار جديد؟ يعني لا أحد يفكر بخلق إطار جديد بديل للأمم المتحدة، لكن هناك آليات أخرى مهمة تابعة للأمم المتحدة ومستقلة. مثلا المحكمة الجنائية الدولية لا يوجد فيها فيتو، وتستطيع هذه أن تمارس دورها بشكل حقيقي ومستقل وممارسة وتمارس. لكن طبعا هناك توضع أمامها العراقيل. الولايات المتحدة وضعت عراقيل كبيرة جدا أمام المحكمة الجنائية الدولية عندما قررت أن تحقق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة وفي فلسطين المحتلة، وكذلك جرائم الولايات المتحدة في أفغانستان. هناك أيضا مجلس حقوق الإنسان وهو لا يوجد فيه فيتو.
وقد أنشأ مؤخرا لجنة لتقصي الحقائق في أوكرانيا، وقد أنشأ لجنة تقصي حقائق فيما جرى في غزة وفلسطين عام 2021 في شهر مايو من السنة الماضية. وهذه طبعا تثير حنق هذه الدول الكبرى، ولكنها لا تستطيع أن تعمل شيئا لأنها مستقلة وتستطيع أن تقوم وتمارس واجباتها وحسب الولاية الممنوحة لها من مواثيقها. لذلك يعني هناك آليات ويمكن توسيع هذه الآليات أو خلق آليات جديدة. يعني ممكن أن نفكر أن يتم التفكير بإيجاد بعض الآليات الأخرى لتدعم ما هو موجود. أما مجلس الأمن بصيغته الحالية فمن الميؤوس منه أن يتم تعديله إلا بتوافق من داخل المجلس، أي من الدول الخمسة دائمة العضوية. نعم، أعود إليك دكتور محمد هنيد. و يعني عطفا على ما تحدثنا به قبل قليل من أن الهيئات والمنظمات الدولية التي تجمع بين روسيا وخصومها في الغرب سيكون مصيرها الفشل سواء تمكنت من استبعاد روسيا أو لم تتمكن من ذلك، هذا التصور كيف يؤثر على إمكانية بقائها وعلى جدوى عملها في المستقبل؟ نعم سيدي، هذا سؤال هام جدا. لماذا؟ لأن ما حدث سيؤدي إلى إعادة تصور لطبيعة عمل هذه المنظمات إلى غير ذلك، ليس فقط كدورها، لأن دورها كما نعرف تاريخيا هو دور استعماري. يعني يمكن لأي منظمة دولية أن تقصي دولة فقيرة أو أن تغمض عين على مذابح سوريا، مذابح الشعب الفلسطيني، مجازر أفغانستان، حوادث أبو غريب، رواندا، كل المذابح في العالم، لكن ما أن يتعلق الأمر بالأوروبي الأزرق العينين أصفر الشعر فإن المقاييس تتغير، بل حتى أن الإرهاب يتبخر ويصبح الجهاد حلالا محللا قداسا مقدسا. لكن المشكل هو أن العالم سينظر إلى هذه التكتلات باعتبارها غدا أدوات مثل أي أدوات قوة ناعمة استعمارية، فهي ليست منظمات في أصل صناعتها إلا لتأبيد النظام العالمي أو نظام الهيمنة الغربية على العالم وعلى موارده. يعني ما سيحدث الآن ممكن هو إعادة صياغة أو إعادة بحث عن تكتلات جديدة أو اصطفاف جديد، لكن لن يؤثر ذلك على ما قلت الهيمنة. ونحن نعلم أن لا يتغير شكل هذه المنظمات المتحكمة بالقوة الناعمة في العالم إلا بحرب كبرى. يعني لا يتغير هذا النظام إلا بعد الحرب العالمية الأولى 14-18 أو الحرب الثانية 39-45. ممكن مع صعود الصين أن تتجه روسيا شرقا أكثر اتجاه شرقا، لكن الحركة التي تحدث الآن داخل المتوسط قد تؤدي إلى معطيات جديدة. نقطة أخيرة أنهي بها وهي أن هذا الأمر لا يتعلق فقط بهذه المنظمات الاستعمارية أن نشيطنها بأنها تسيطر على العالم. المشكل أيضا هو أن القوى الأخرى بما فيها العربية أو الإسلامية أو المتوسطية أو الإفريقية لم تنجح في صياغة بدائل على الأقل إقليمية لها قادرة على الصمود أو على المنافسة على الأقل في القضايا التي تهمها، وهذا ما يهمنا من صراع روسيا وأوكرانيا خاصة. نعم. رأينا مثلا في أي حرب عربية أو أي أزمة كبرى نجد شجل المؤسسات، رأينا فشل جامعة الدول العربية، فشل مجلس التعاون الخليجي، فشل الاتحاد المغاربي، الاتحاد الإفريقي. إذن المشكل ليس فقط في هذه الأشكال العالمية المهيمنة بل في فشل البدائل أيضا. ما سنبحث عنه مستقبلا هو أنه أن يكون هناك تصور جديد لبدائل أخرى أكثر فعالية وأقل إقصاء على الأقل، وخاصة أكثر عدالة مع الشعوب الضعيفة. دكتور عبد الحميد، إذا كنا كما يرى الكثيرون على أعتاب عالم متعدد الأقطاب يمكن أن يفرزه الهجوم الروسي على أوكرانيا وتداعيات هذا الهجوم، ما طبيعة الصراع الذي يمكن أن تنخرط فيه هذه الأقطاب فيما إذا وقع هذا الصراع باختصار لو سمحت؟ واضح أن هناك عالما يكاد ينتهي، تركيبة معينة للقوى تتهاور الآن أمام عيوننا، وهناك قوى جديدة تصعد لكنها لم تنضج بعد، أي أن الماضي لم يمت بعد وأن الحاضر لم يولد تماما بعد.
نحن نعيش مرحلة انتقالية، وهذه المرحلة الانتقالية ستكون صعبة وتكون دموية وتكون ربما تؤدي إلى مضاعفات كثيرة خاصة على الدول الفقيرة، لكن عالم المستقبل، العالم الجديد يبنى من جديد، لم يعد يقبل هيمنة دولة واحدة على مقدرات العالم. الولايات المتحدة لن تستطيع أن تمسك هذا العالم كما كانت تمسكه، هناك قوى صاعدة يجب أن تفرض وهي تفرض الآن وجودها، ونحن الآن أمام عتبة جديدة من العلاقات الدولية تقوم على التعددية وعلى الدبلوماسية متعددة الأطراف. أشكرك جزيل الشكر من رام الله دكتور عبد الحميد صيام، الخبير في شؤون الأمم المتحدة، وأيضا ضيفي من باريس دكتور محمد هنيد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة السوربون. شكرا جزيلا لكما على مشاركتكما معنا في هذه الحلقة. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.